أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنا ضامن ببيت بالجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، هل هذا المراء يدخل في الجدال الواجب أم لا أنه في الجدال؟ لا، هذا المراء الذي ليس في أمور الدين، المراء الذي من أجل الدنيا أو المغالطات، أما الجدال الذي لأجل هذا ما يسمى جدال، هذا يسمى مراء. الجدال الذي من أجل أمور الدنيا أو من أجل المغالبات هذا مراء، ما يسمى جدال. الجدال هو الذي يكون لبيان الحق ودفع الباطل. نعم.